انتوا واخدين بالكم حتى ماكرون خد بعضه وراح على قطر عشان يشجع يعني. بس باذن الله برضو المغرب هتكسب. شوف تعالى بقى نروح على الشغل اللي بجد وشغل السياسه اللي زي ما الكتاب بيقول. الرئيس سافر الولايات المتحده الامريكيه تحديدا لواشنطن العاصمه في اطار الاجتماع الشهير الكبير انه القمه الامريكيه الافريقيه. وبطبيعه الحال الرئيس المصري منذ ان تولت مصر رئاسه الاتحاد الافريقي في 2019 في دوره 2019 وطبعا في هذه الحال رئيس جمهوريه مصر العربيه رئيسنا ربنا يا رب يسدد خطاك ويوفقك ويكرمك ويرجعك لينا جابر خواطرنا باذن الله سبحانه وتعالى والله العظيم. المهم فبطبيعه الحال زي ما كنت بقول لكم من 2019 بدات افريقيا وهي تحت رئاسه جمهوريه مصر العربيه بتتحرك كوحده واحده، يعني ما بتتحركش 54 دوله منفصله، لا افريقيا بتتحرك دلوقتي من 2019 يعني 19 كلها 20 21 وادي 22 اربع سنين افريقيا بتتحرك كوحده اتحاد افريقي امام المجتمع الدولي. وده مختلف بالكليه عما سبق عام 2019، اي ما بين قوسين يختلف بالكليه عما كان يسبق رئاسه مصر للاتحاد في عام 2019 السعيد. بالمناسبه 19 ده اللي كان فيه حاجات حلوه قوي جدا في الاقتصاد وما الى ذلك، وباذن الله ربنا هيفرجها قوي، قولوا ان شاء الله على كل. طيب هل ده معناه انه الرئيس سوف يجلس مع بقيه الزعماء الافارقه مع جو بايدن والاداره الامريكيه فقط، ولا كمان يبقى في اجتماعات متعلقه بمصر؟ بالمناسبه واي دوله هتعمل ده، يعني هتلاقي اكيد الكاميرون بتعمل كده، السنغال بتعمل كده، جنوب افريقيا بتعمل كده. بس الفارق الحقيقه انه الرئيس السيسي عندما يجلس مع اي زعيم في العالم، مع أي قيادة في أي محفل دولي، أو زي النهاردة لما كان قاعد مع قيادات الحزب الجمهوري على سبيل المثال، أو قيادات النواب الجمهوريين يعني، فعندما يتحدث هو يتحدث عن مصر فقط، يتحدث عن مصر، يتحدث عن إفريقيا، يتحدث عن المنطقة العربية. وبطبيعة الحال وكما أعلنها الرئيس السيسي مرارا وتكرارا، قضيتنا المركزية هي قضية الصراع العربي الصهيوني في الشرق الأوسط، عاوزين نجد حل عادل. طيب هنا لازم تقعد تفكر الرئيس وملفاته الكثيرة، وبالمناسبة يعني طاولة الرئيس متخمة بالملفات. تعال نقعد نعد ملف الفلسطيني ده واحد بالتأكيد، الملف العراقي واستقرار العراق بالتأكيد، الملفات المتعلقة بالاقتصاد الإفريقي بشكل عام بالتأكيد، حديث عن المتغيرات المناخية استكمالا لما تم في شرم الشيخ القمة العالمية للمناخ بتاعت شرم الشيخ قمة 27 كوب 27. هناك بقى العديد من الملفات، العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، العلاقات السياسية المصرية الأمريكية، وكذا الحال خدها بقى على إفريقيا، خد ده وأيضا على المنطقة العربية ككل. هكذا تعودنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يذهب إلى أي اجتماع أو إلى أي محفل دولي ويتحدث فقط عن مصر، لا بيتحدث. عشان كده أنا قلت لك الكلام ده من حوالي شهر، قلت لك ركز الرئيس عمليا، دي وجهة نظر أنا بس، حلو أعتقد في ناس كتير ممكن تكون متفقة، الرئيس عمليا دون أن يرغب، دون أن ينوي، دون أن يذهب، دون أن يتهافت، هو يصل إلى الزعامة، يتحدث باعتباره زعيم، مش لأنه هو عاوز كده، لكن لأنه يحمل هذه الهموم، هموم المنطقة، مصر هي الدولة الأهم والأكبر، هموم إفريقيا كذا هو الحال، وبالتأكيد الهم المصري بالتأكيد. طيب زميلنا العزيز محسن سميكا رئيس تحرير موقع الموقع وكاتبنا الهمام وصديقي العزيز جدا، ازيك يا محسن؟ ازيك يا أستاذ يوسف؟ عامل ايه؟
خير الحمد لله. الحمد لله. معلش انا قلت لك من امبارح احنا هنتقل عليك يا محسن طول الوقت. لا لا ازاي حبيبي، في اي وقت من امبارح وقت ما اتكلمنا حبيبي ربنا يخليك، من امبارح من وقت ما اتكلمنا وكانت الساعه عندكم تقريبا 4:30 بتوقيت دي سي او بتوقيت الساحل الشرقي لحد النهارده، ايه الجديد؟ ايه المستجدات واجتماعات الرئيس واجندته اللي يمكن كنت بوصفها انها مثقله ومتخمه؟ بالتاكيد انت كمان ذكرت واقع او يعني تطور مهم جدا جدا، وهو تبني القضايا. يعني هو فكره بالنسبه للاداره الامريكيه، بالنسبه للمجتمع المال والاعمال، بالنسبه للديمقراطيين اللي التقوا بالسيد الرئيس او حتى الديمقراطيين، الحديث باسم الاخر ده بيدي مصر قوه بالتاكيد بشكل كبير. طبعا حينما نتبنى الملف السوداني، الملف الليبي، الملف العراقي، العديد من القضايا، وليست المره الاولى. يمكن السيد الرئيس في كل لقاءاته في الامم المتحده وهو المنبر الاعلى في العالم، القضيه الفلسطينيه حاضره بقوه. بالتاكيد الثوابت الاساسيه في الخارجيه المصريه، وده واحد من انجح الملفات اللي بتشرف عليه مؤسسه الرئاسه بشكل مباشر، وهو عدم التدخل في شؤون الدول، وهو تأييد المنظمات او المؤسسات المنتخبه داخل الدول، ضروره اعطاء الفرصه كامله لمن يحكم. فهي القضيه قضيه ثوابت مصريه، اعتقد انها بتنال اعجاب حتى الدول الغربيه، اللي السيسي بيتناول خطابه في ضروره العمل على هذه الثوابت والتاكيد عليها في القلب من القضيه الفلسطينيه اللي النهارده حاضره وبقوه في لقاءات السيد الرئيس. ارجع للسؤال الاساسي، ما حدث من الامس الى اليوم هو الاحتياج الاخر الينا. طب حد بيسمعنا يقول لك معقوله امريكا تحتاج لنا؟ اه طبعا امريكا تحتاج لنا، لان امريكا محتاجه لمصالحها ومصالحها الفتره المقبله. بالتاكيد الدول الافريقيه مصالحها الدوله الفتره المقبله من خلال مصر اكبر بوابه للدول الافريقيه، اتفاقيات بالعديد مع الدول الافريقيه في اكثر من اتفاقيه بتجمع مختلف الدول. فاذا اردت افريقيا، الكلام ده بتقوله الاداره الامريكيه مش انا اللي بقوله، اذا اردت افريقيا فعليك بمصر. اذا اردت السيطره على التوغل الصيني اذا صح التعبير في والروسي في الدول الافريقيه فعليك بمصر. انا كنت موجود بحكم السفر الكتير من خلال 3 أو 4 شهور في جوله افريقيه شملت السنغال وشملت الكاميرون وشملت غانا وشملت كل الطرق هناك. يا يوسف انت سافرت كتير وبتشوف هذا الامر، هذا الطريق تقوم بانشائه الصين وتاخذ حق الدفاع له لمده 50 سنه. اصل يا محسن انت عارف، انت عارف جدا يعني زي ما كنا بنتكلم، يمكن بحكم الشغل وبحكم السفر وبحكم حضور فعاليات كتير على المستوى الدولي واظن بحكم القرايه كمان، يعني الصين شريك هادئ بيخش يشتغل ويستثمر ويتشارك مع الدول دون ان يتدخل في شؤون الدول على الاطلاق، وده من ضمن الشروط المهمه اللي بقت افريقيا بالتحديد وهي ترفع شعار الاستقلاليه والسياده، وده حاجه مهمه يعني تخش حتى الاتحاد الافريقي ليهم كاتبين كده الاستقلال والسياده، فانه ما تتدخلوش في شؤوننا، اللي عاوز يتشارك معانا اهلا وسهلا، لكن اللي هيتشارك بدعوى انه يتشارك وبعد كده يبدا يخش في شؤوني مش عايزك. من هنا التاكيد على الثابت المصري اللي دايما السيد الرئيس بيتحدث من خلاله اللي بنتكلم عليها، ان احنا عندنا ثوابت في سياستنا الخارجيه وهي عدم التدخل في شؤون الدول، دعم المؤسسات المنتخبه داخل الدول، دعم شرعيه الانظمه الحاكمه داخل الدول، عدم فرض سيطره او بسط اي نفوذ من اي نوع داخل الدول. فبالتالي اذا بنتكلم على انه الاقتصاد للصين وجه واحد في التعامل مع مختلف الدول وهو وجه اقتصاد دون التلامس مع الوجه السياسي، فعلى الاداره الامريكيه اذا كانت ترغب في جني ثمار ومكاسب عده تستفاد بها اولا ثم تفيد الدول الاخرى ان تنتهك هذا النهج، عدم التدخل في شؤون الدول، والا يكون الاقتصاد بوابه خلفيه للتلاعب داخل تلك الدول من خلال من يحكم ومن لا يحكم، من يتحرك ومن ينجح ومن يخفق. لانه في النهايه انا بكلم حضرتك على شكوى هنا في الولايات المتحده الامريكيه انا لامسها، انا بقالي 5 أيام الناس بتتكلم هنا على غلاء الاسعار، واذا كان الكلام ده بقى السيد المواطن اللي بيسمعنا هيصدقه مش هيصدقه، علب السجاير ناس بتشتريها فيها زياده 8 دولار و10 دولار عن شهر فات او عن 20 وفاتت. فانت مش بتتكلم على زياده اسعار في مصر، بتتكلم على زياده اسعار في الولايات المتحده. الناس هنا مستنيه الانتخابات الامريكيه بفارغ الصبر عشان تعبر عن ارادتها في الصندوق، عشان تقول انها عندها خلاف مع الاداره الامريكيه الحاليه اللي هي بتتغير، اللي هي بتتغير بمناسبه القمه
الافريقيه الامريكيه الثانيه بتتغير حاليا. السياسه الامريكيه توجه نحو افريقيا، نحو اقتصاد، نحو استفاده الولايات المتحده، نحو الوجود والشراكه مع الكبريات الدول الاقتصاديه النمور. بقى بنتكلم الصين، ما هو نمر اقتصادي كبير جدا الصين، وبالتاكيد طبعا باقي الدول وباقي التشعبات اللي موجوده في الولايات المتحده تريد ان تسترد عرشها اللي بقى ازعم انه بيهتز وبيرتعش، وثوابته بدات تتغير بسبب الاحتياج المادي ايضا داخل الولايات المتحده الامريكيه. يعني في النهايه مش بمعزل عن العالم، موجوده وبتشعر وبتئن. والمواطن الامريكي اللي هو بيتكلم طول الوقت عن غلاء الاسعار داخل الولايات المتحده الامريكيه، ده والله ما كلام انشا، ده كلام احتكاك. يعني بكلم حضرتك من قلب العاصمه، وبنسمع الناس ونشوفها ونتابعها على انه في زياده اسعار طول الوقت في المواصلات، زياده اسعار في البنايات، زياده اسعار في الايجار، الضرائب الزياده جدا، وزيادات كبيره مش صحيح، مش تدريجيه، مش مرحليه، مش تدريجيه، لا دي زيادات مباشره. احنا لما بنيجي ننزل نشتري من اي ماركت او بنتحرك ويكون معانا مواطن من البلد نفسها او حاجه، بيقول انت متخيل السعر اللي في ايدك دي كانت من اسبوع بكذا؟ ايوه، هنا المواطن الامريكي بيتحدث كده وبيقول الكلام ده، بيقول ان السلعه دي من اسبوع كانت بكذا ومن 10 ايام كانت بكذا. فاذا احنا بنتحدث عن اوجاع عالميه، مش بنتكلم على وجع مصري ولا وجع افريقي فيما يتعلق بزياده الاسعار. في شكوى وفي البعض يئن بالتاكيد، بس والله العظيم الولايات المتحده الامريكيه المواطنين بيئنوا من زياده الاسعار. ده صحيح، ده صحيح. انه هنا في غلاء وفي زياده في الاسعار مبالغ فيها وعلى فترات متقاربه، يعني المنتج بتشتريه النهارده بعد 5 ايام بتلاقي سعره مختلف، بتلاقي سعره زياده. فهي حدوته عالميه، بعد حدوته الحرب الروسيه الاوكرانيه وبعد حدوته الكوفيد، حاليا غلاء الاسعار والمشاكل اللي فيها العالم والتضخم وكل المشاكل دي كلها حدوته عالميه، بجانب الحواديت اللي كانت اللي سبقت هذه المشكله وهذه المشكلات. لكن مصر بصوره قويه جدا جدا داخل البرواز بشكل كبير. مصر تعي تماما احتياج الاخر اليها هي، بس كل القضيه وانا اثق تماما في القياده المصريه في حسن استغلال عوز الاخر الينا، اذا صح التعبير. انا بقول الجمله مترتبه، في حسن استغلال عوز الاخر الينا. الاخر عايزنا جدا عشان مصالحه، فاحنا كمان نختار او دي لغه مصالح، سياسه لغه مصالح. احنا كمان نحسن اختيار طلباتنا او احتياجاتنا منه طالما هو عايزني. احنا بنتكلم على اقتصاد وبزنس، يعني وين وين سيتويشن. انت عايزني وجاي لي، انا موافق ان انا اكون بوابتك لافريقيا، انا موافق ان انا اسهل لك حاجات كتيره جدا، بس انا كمان عندي متطلبات. بالمقابل اولها حضرتك قلتها في الاول، عدم التدخل في شؤوني انا شخصيا، مش في شؤون الدول الافريقيه. صح. اللي انا هبقى بريدج ليها، ما انت عايزني عشان يعني تاخدني حركه تجاره طبعا، فانت ما تتدخلش في شؤوني انا اولا، ثم في شؤونهم هم، وانا اسهل لك التجاره اللي انت عايزها. عشان كده قلت لحضرتك حسن استغلال عوز الاخر الي. صح 100%. محسن، اولا انا عايز اشكرك جدا جدا جدا، زميلنا وصديقنا العزيز الكاتب الصحفي محسن سميكة، رئيس تحرير موقع الموقع. شوف جماعة الأجانب دول عندهم جملة جميلة خالص بالنسبة لهم، بالنسبة لنا بأعرفنا وتقاليدنا المصرية لا محل لها من الإعراب. يقولك لا يوجد عشاء مجاني. إحنا مجتمعاتنا مش بتاعت الكلام ده، مجتمعاتنا بتاعت المليان يكب على الفاضي ودينا واقفين مع بعض. لكن في السياسة هو قطعا لا يوجد عشاء مجاني. من يريد الشيء عليه أن يدفع مقابله أو أن يقدم ما يستحق بالمقابل. طيب خلونا ناخد معانا أيضا على التليفون من واشنطن العاصمة دكتور ماك شرقاوي خبير العلاقات الدولية. أهلا 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 بيك. أهلا بيك يا يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم. إيه الأحوال عندكم في واشنطن خصوصا في ظل هذه القمة شديدة الأهمية، وأيضا يعني ما يحدث من بالتأكيد بعض الاجتماعات والمباحثات ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي؟ هو ما فيش شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيجي أمريكا رئاسة الجمهورية بتبقى خلية محن. يعني اجتماعات ويعني محاولات مصريه جميله ل يعني الاتفاق على صفقات والحديث مع الحلفاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي وايضا مجموعه اصدقاء مصر في الكونجرس الامريكي من الحزبين. والنهارده كان قعد مع كمان زعماء الحزب الجمهوري. أيوه. اعتقد ان دي زيارات مهمه جدا، واعتقد ان ممكن بالتاكيد أن يكون هناك الكثير من تسليط الضوء على
الاستثمار في مصر وايضا الاستثمار في افريقيا. العرس الموجود النهارده هو يعني العرس الامريكي الافريقي، 49 دولة موجودة النهارده في على مستوى التمثيل، على اعلى مستويات التمثيل من هذه الدول. الولايات المتحدة الامريكية فرضت 55 مليار دولار على 3 سنوات استثمارات خاصة في التكنولوجيا والتغير المناخي. اعتقد ان الرئيس بايدن وادارته بدأوا يتفهموا ان اضاعت الولايات المتحدة الامريكية فرصة كبيرة من ان تستثمر في هذه القارة البكر، وايضا اعطت الفرصة كاملة وكبيرة للصين ان تتمدد والى روسيا ان تتمدد في هذه القارة. والاتحاد الافريقي بالتأكيد على رأسهم فرنسا وبلجيكا. يعني هناك يعني محاولة لرأب الصدع ومحاولة إلى إقناع الأفارقة أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك وحليف استراتيجي، وبالتأكيد إدامة السلوك وإعادة الثقة للعلاقات مرة أخرى، خاصة أن آخر اجتماع كان في 2014 في إدارة الرئيس أوباما ولم تنفذ أي مما صحيح تم الوعد به في هذه في هذا الاجتماع الأول. فأعتقد أن هذا الاجتماع مهم وأن يكون في واشنطن هيدي فرصة كبيرة كمان لوضع لقاءات على جانب المؤتمر. ما سيد العزيز، أنت شايف أن القمة دي تمت إمتى؟ بعد القمة العربية الصينية، يعني الصين الخليجية والسعودية والعربية. الولايات المتحدة كده تعلم تماما ما تريده الصين، وليس فقط ما تريده، ما نفذته على الأرض. يا يوسف بيه، الصين يعني انفقت 200 مليار دولار في القارة الأفريقية. الصين مدية ديون لمدن يعني عفوا لدول أفريقية تتجاوز 200% من ناتجها القومي. فأعتقد أن ده بالتأكيد يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية، لأن احنا بنرى أمامنا نموذج سريلانكا ممكن أن يتكرر مع أكثر من دولة أفريقية. يعني النفوذ ليس فقط تجارة ومال، النفوذ هو السيطرة. أمريكا تعرف وبايدن يعرف أن مصر هي بوابة أمريكا، بوابة أفريقيا، وأن أفريقيا يعني قارة ممكن أن تكون منتجة، وممكن أن تكون ليس فقط منتجة، أن تغطي العالم من إنتاجها الزراعي، أن يكون إنتاجها من المواد الخام والمواد يعني التي تستخدمها أوروبا وأمريكا لأنها تستخلصها وتصدرها وتعيد تصديرها مرة أخرى. لا، النهاردة بقى في فكر جديد، بقى أنت هننشئ شركات وهننشئ مصانع وسوف يتم استخدام الأدوات الأوروبية والمصانع الأوروبية في خاماتنا. إحنا هنا ما نصدركش مادة خام، هنصدر لك جزء مصنع، نتشارك في التصنيع، نقل تكنولوجيا. ده ما كانش حد بيتكلم فيه قبل ما مصر تزعمت العصبة الإفريقية. صحيح. مصر لما قادت الاتحاد الإفريقي يا يوسف بيه، سلطت مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على أفريقيا بشكل النهاردة احنا بنجني سمار. صحيح. أكثر من 5 يعني محافل دولية حضر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهم 3 محافل دولية في أقل من شهر. ومؤتمر استثمار في أفريقيا، ومؤتمر الطاقة المستدامة، والتعاون والشراكة مع الأمم المتحدة في الطاقة المستدامة ونشر هذا الموضوع في أفريقيا. أعتقد النهاردة البوابة هي القاهرة، وهناك علاقات جيدة الحمد لله في هذا الوقت مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية في أزهى عصورها النهاردة الوقت اللي احنا فيه ده شيء هيبقى مؤرق جدا بالنسبه للاخوان بصراحه، يعني هيبقى شيء مؤرق جدا بالنسبه للاخوان انه العلاقات ما بين القاهره وواشنطن تصل الى مراحل جيده او جيده جدا او ممتازه. اولا خليني اشكرك دكتور ماك شرقاوي الخبير في العلاقات الدوليه محدثنا من واشنطن. مع النهاردة حاجات كتير جدا قوي مهمة، الحلقة مزدحمة ممتلئة. طيب النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عمل مؤتمر صحفي. طيب عمل المؤتمر الصحفي ده فين وليه وازاي؟ أقولك، عمل المؤتمر بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي فين؟ صح، في العاصمة الإدارية الجديدة. الله أكبر، يعني خلاص كده هنروح هناك؟ يا سلام سلم. طيب خلال هذا المؤتمر دكتور مصطفى وجه عدد من الرسائل المهمة، كم من بينها
واحد، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة المهلة. طب المهلة قد إيه يا دكتور؟ دكتور مصطفى مدبولي قال لنا المهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع. أظن يعني المسألة سهلة خالص، يعني أسبوعين ده كتير قوي. هو إيه الأزمة؟ هتحط تيكت، هتكتب ورقة بالفلوماستر وتعلقها، يعني إيه؟ هتقول أصلا بس براجع الأسعار من الدفتر، عارف أنت طريقة اللي هو التاجر اللي إيه؟ تروح له فتقول له مثلا إيه؟ لا دي سعرها غالي، يقول لك والله ده أنا بعها لك بالتجاري، وروح فتح لك دفتر هو أصلا عامله بخط إيده، أه بص أهو بعها لك بالتجاري، كلتني أنت بقى كده، صدقتك. صح يا مندو؟ تخش تفصل في الحاجه يقول لك ايه ده انا بعها لك تجاري، وراح فاتح لك الدفتر كده يقول لك اه وهو كاتبه بايده. يا عم يعني انت اللي كاتبه بايده ده مثلا خلاص مصدق انا كده؟ ماشي طيب، طلع الاسعار من الدفتر وحطوها على السلع اسبوعين. طيب وضع مدى سعري للسلع الاستراتيجيه يعني ايه؟ يعني هيتحط مدى سعري وهتتم مراجعته بصوره شهريه للتاكد من ايه؟ من انه متوافق مع تكلفه المدخلات. الله اكبر، الله اكبر. يبقى سعر الحاجه لازم يتوافق مع التكلفه، مش انك ما تكسبش، اكسب بس زي ما قال دكتور مصطفى مدبولي مفيش داعي للمغالاه، محدش ضد ان القطاع الخاص يكسب بس مفيش داعي للمغالاة. مفيش حد في الدنيا في الدنيا بيكسب في الحاجة 100% غير عندنا، عندنا بقى في 100% و 150 و 200 و 250 و 300 و 400 و 500. مفيش بره أتخن واحد، وأنا أرجوكوا أي حد بس يطلع يقول لي لأ، أتخن واحد مكسبه في أتخن سلعة ده لو حتة ألماظ ما يزودش عن 30%، ده لو حتة ألماظ. فعشان كده أنا مبسوط يعني التوجيهات بتاعة رئيس الوزراء إنه خلوا الأسعار متوافقة مع مدخلات الإنتاج، اكسبوا بس مش كده. طيب بص بقى، تحديد سعر الرز الأبيض، ودي الحاجة بقى إيه اللي هي إيه واضحة كده وتبقى باينة قدام الناس، تحديد سعر الرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى. الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال الموقف، وكل أجهزة الدولة، ده كلام دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وكل أجهزة الدولة، خد بالك من كلمة كل أجهزة الدولة، تم تكليفها بأنه لا تسمح أبدا بمسألة المغالاة. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق وأيضا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا 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 يا أستاذ عماد. أهلا بك أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. تحياتنا ليك يا أستاذ عماد. يعني حلل لي قدر الاستطاعة، فهمني اشرح لي أنا والمشاهدين القرارات النهاردة اللي اتكلم فيها الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي على خلفية اجتماع الحكومة. طبعا يعني أنا وافقك الرأي فيما ذهبت إليه، القرارات اللي اتخذتها الدكتور مصطفى مدبولي يمكن أن نرجع يومين فقط لا غير، كان في بداية هذه القرارات لما مجلس الوزراء اتخذ مجموعة يعني أنا شايفها ثورية. أنا كتبت النهاردة بالمناسبة مقالي في الشروق علامة التعجب على هذا الموضوع، أنه قرارات مدبولي ومواجهة جشع التجار، ده كان العنوان، وقلت فيه جزء كبير جدا من اللي حضرتك تقريبا تفضلت بيه، يعني نفس الفكرة في حاجات كان يمكن تفهم أن هي ناتجة عن يعني شحة في الأسواق، وحاجات لا يمكن تبريرها إلا أن هي جشع تجار. الدكتور مصطفى مدبولي يوم من يومين بالضبط القرارات كانت أن ضرورة إعلان وضع أسعار واضحة على السلع، وأن الدولة لو وجدت أي حد بيخزن أو بيرفع أسعار السلع هتصدرها وتبيعها لحساب المواطنين، وده تطور في منتهى الأهمية. طبعا يعني في نقطة انه ما القرارات الإدارية معروف ان هي لا تحدد اسعار السلع، لانه ما يحدد سعر السلع في اي مكان هو العرض والطلب. الدولة المصرية ايمانا بدور القطاع الخاص من فترة طويلة ثابت القطاع الخاص
هو اللي بيقود في عمليه الانتاج العديد من السلع، تقريبا يمكن 70% فيما يتعلق بالسلع اللي احنا بنستهلكها، الاكل والشرب والحاجات دي كلها. وبالتالي اللي كان ضابط السوق الى حد ما هو العرض والطلب. العرض والطلب اختل الى حد ما نتيجه سعر الدولار والاستيراد، لكن في الرز على سبيل ما الذي اختل؟ البيانات الاحصائيه اللي الدكتور مدبول اتكلم عليها بيقول انه مصر الانتاج المحلي يكفي ويزيد. انا عندي فائض 400 الف طن يا استاذ سليمان. طيب فما هو التفسير انك انت السلعه تختفي او اسعارها ترتفع بهذا الشكل اللي شفناه؟ هو التفسير الوحيد ان هناك جشع تجار لابد من مواجهته في هذه السلعه وسلع اخرى. القرارات اللي اتخذت سواء اول امبارح والتاكيدات اللي اتكلم عنها الدكتور مصطفى مدبول النهارده، انا شايف ان هو اهم واسرع تحرك للدوله المصريه كلها وللحكومه المصريه لمواجهه جشع التجار. وظن الشخصي ان هذا يعني التوجه اذا استمر في الفتره المقبله بنفس الوتيره، انا اظن يعني الحكومه هتظهر العين الحمراء للتجار الجشعيين، وده سيقود ان اجلا او عاجلا الى تهدئه الاسواق، لانه لما تاجر يشوف واحد اتمسك لانه غالى في السلع او خزنها، انا اظن هيكون عامل رادع. قد يقول البعض انه ده لا دخل له بقواعد العرض والطلب، صحيح، وانه العرض والطلب هو الاساس ولا بد من توفر السلع، صحيح، بس احنا بنشوف كمان في نفس الوقت السلع موجوده في السوق. يعني مصر رغم الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي موجوده في كثير من دول العالم لم تشهد انخفاض او غياب اي سلعه باستثناء الحاجات المستورده، بعض قطع غيار السيارات وحاجات، لكن السلع الاستهلاكيه الخضروات والفاكهه، السلع المنتجه، بعض السلع المستورده موجوده في السوق. صحيح. وبالتالي لا يمكن تبرير انه ده قاعده العرض والطلب، القاعده الاساسيه هنا التفسير الوحيد هو جشع التجار، وبالتالي اتمنى ان تستمر هذه السياسه، ان تقوم الادارات، يعني الدكتور مدبولي والحكومه والرئيس تحدثوا كثيرا عن هذا الامر، لكن النقطه الجوهريه استاذ يوسف هي الادارات التي تقوم بالتنفيذ، وهذه مشكله مصريه للاسف الشديد. الذي يقوم بالتنفيذ مش رئيس الوزراء ولا وزير التموين، اللي بينفذ هو الاجهزه المحليه، مفتشين التموين. هل هؤلاء الناس كلهم على مستوى الكفاءه والخبره والفهم والحاجات بحيث انه يطبق ده وبيطبقه بطريقه صحيحه حتى تصل الرساله الرادعه لكل الجشعين؟ هو ده هو ده الناس اللي هتنزل تفتش بنفسها، هم دول لازم يفتش ويفتش بما يرضي الله ويوقع العقوبه بما يرضي الله، محدش يفوت. بس يا استاذ يوسف المشكله كمان كما تعلم، يعني في حديث انا اظن ما اعرفش حكمه ولا حديث اللي هو بيقول لك ان الله لا يزع بالسلطان، ان الله لا يزع بالقران ولكن يزع بالسلطان. وهو انه في ناس انت لما بتقول لها ربنا هيحاسبك على الغلط هيقول لك ربنا غفور رحيم، لكن لما يتسجن او يدفع غرامه ضخمه جدا هيرتدع. وفي امثله كثيره جدا، الردع القانوني الشديد، مش بس القوانين الموجوده عندنا كثير جدا بس للاسف الشديد احيانا لا تطبق التطبيق الكامل، وبالتالي بتعطي فرصه لضعاف النفوس انه يلاقي ثغره هنا او هناك، او يلاقي موظف ذو ضمير فاسد او يعني مش لا يراعي الله. فمن اجل يعني القوانين الشديده والردع الشديد خلق من اجل هؤلاء حتى يرتدعوا. وبالتالي ما فعلته الحكومه المصريه في هذا في الايام الاخيره هو تحرك لابد ان نحييه ونشيد به ونطلب المزيد منه، ونطلب اهم حاجه استمراره. أيوة. بنفس الوتيره المداومه، يعني المداومه طول الوقت. اتفق معك تماما. وبالتالي النقطه الثانيه المهمه هي دور المواطنين نفسهم. يعني اذا الحكومه عملت جزء مهم جدا وهو اصدار القرارات ومفروض المعاقبه، المواطن المصري انا اظن لو ان هناك تعاون وتكاتف من المواطنين في الضغط على الفاسدين او الجاشعين او الناس اللي بيخزنوا السلع والابلاغ عنهم، انا اظن ده ايضا سيساعد الحكومه في هذا الامر. نمرة ثلاثة، جمعيات المجتمع المدني، يعني جهات حماية المستهلك، جمعيات المجتمع المدني المتعددة ممكن تلعب دور مهم جدا، يعيد ليها دورها الحقيقي وهو مراقبة الأسواق شعبيا.
بحيث ان تكون ذراع، مش بس يعني ذراع تمثل الناس وفي نفس الوقت تساعد الحكومه في اداء هذه المهمه. زي اللي موجود بره في جمعيات كتير بتبقى حركات شعبيه، مش عارف ضد الغلاء، زي عندنا في مواطنين ضد الغلاء كانت موجوده على ما اتذكر كويس يعني، وكانوا بيقوموا برضه بدور لا باس بيه على الاطلاق في مساله ضبط الاسواق وانه يكتشفوا المشاكل فين وبيبلغوا الاجهزه المعنيه سواء اذا كانت في وزاره التموين الخ او المحليات، فاحنا عاوزين المزيد من ده. اشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري. بصوا يا مولانا، تاني الرقابه الشعبيه ليها دور مهم جدا عن طريق الجامعات الاهليه وما الى ذلك. الرقابه الشعبيه بتاعتك انت كفرد لما تاخد بعضك وتشوف الحاجه مش مظبوطه بلغ فورا جهاز حمايه المستهلك. طب سيادتك عديت ولاحظت ان في كده حاجه مش اللي هي، راجل بيخزن بضاعه في جراج تحت العماره، حسيت بحركه مش هي، حدش بيقول لك اتدخل، بلغ جهاز حمايه المستهلك يا جماعه انا لاحظت حركه غير طبيعيه، تخزين صناديق او بضائع مثلا سلع تموينيه في المكان الفلاني، الرجاء المراجعه. هم الناس بقى ساعتها هتشوف شغلها، بس شفت وطنشت هيشوف شغله ازاي؟ الحاجه هتلاقيتها اغلى مما يجب واغلى مما هو متعارف عليه، فدورت نفسك واديت لهم ظهرك وخرجت من المحل وسكت. طب هو الجهاز يشوف حمايه يشوف شغله ازاي؟ طيب الناحيه الثانيه الأجهزة بتاعت الدولة المداومة وما تفوتش. ليه؟ تيجي تقول لي الشفقة، والنبي لا تخدم بيهم لا شفقة ولا رحمة خالص، دي ناس بتلعب في قوت خلق الله، لا شفقة ولا رحمة، هو أصلا ما عندوش لا شفقة ولا رحمة ولا ضمير، هتفوت له أنت ليه؟ ما هو يا أنا شبهه يا أنا راجل كويس، أنا هفترض أنك كويس، انزل شوف شغلك، انزل شوف شغلك وخلي ربنا كده يكرمك ويرزقك ويبارك لك، شوف شغلك والمرتب ربنا هيبارك فيه، بس شوف شغلك. طيب مصر بتشوف شغلها، مصر بتحاول طول الوقت، يعني الدولة بتحاول طول الوقت انها تقلل الفاتورة الاستيرادية، تفتح فرص عمل، تصنع قدر الامكان، والله في حاجات ممكن تكون بتتصنع تكفي السوق المحلي، حاجات تتصنع علشان تتصدر الى اخره. فتجد انه احنا عندنا مبادرة زي مبادرة ابدأ، مبادرة ابدأ دي بالمناسبة من اجمل ومن احلى المبادرات. بتساعدك في انهاء اوراق لو في اي تعقيدات، بتساعدك في التمويل لو في حاجه، بتساعدك في التقنين وفي دراسات الجدوى وفي التسويق، بتعمل لك اللي ابدا دي حلوه حلوه يعني. طيب تحت مظله مبادره ابدا، وبالمناسبه اني شفت مشروعات ابدا في الدقهليه، ياه ما شاء الله، ولما تشوف صحاب المشروعات دي بيشكروا ازاي، لما كنا في افتتاح المنصوره الجديده، والله العظيم بكلمك بجد. طيب تحت المظلة دي اللي هي مبادرة ابدأ، إنشاء أول مصنع تصنيع صمام أمان الغاز في مصر. طيب طاقته الإنتاجية قد إيه؟ 15 مليون صمام تاتش وود. طيب التكلفة الاستثمارية تصل إلى قد إيه؟ 7.6 مليون دولار. من المقرر افتتاحه خلال إمتى؟ 3 سنين؟ لأ، سنتين؟ لا، سنة؟ لا، 5 أشهر، إبريل 2023 بإذن الله هتلاقي المصنع شغال. معانا على التليفون أستاذة دينا الدليل المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ، أهلا 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 أهلا، ونشكركم على كل الشغل ده. أهلا، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ تمام الحمد لله، يعني احنا اللي بنشكر حضرتك طبعا. لا خالص خالص خالص، على ايه؟ ده واجبي اولا، وانتوا اللي بتستحقوا الشكر بصراحه في هذه المبادره، في كل فريق المبادره بصراحه. انا عايز نتكلم على موضوع المصنع الجديد بتاع صمامات امان الغاز، وبعدين هسالك بقى كده كام سؤالين على جنب برضو متعلقين بابدا. اتفضلي يا فندم. خلاص تمام، احنا ماضينا عقد اتفاق مساهمين مع شركه كوبراسي. شركة كوبراسي دي شركة أسبانية التابعة لجروب اسمه مونراجن، ده من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمام أمان الغاز. هنعمل أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر، احنا حاليا كنا بنستورده بنسبة 100%. هتبقى الطاقة الإنتاجية زي ما حضرتك قلت 15 مليون صمام، ومن المقرر إن شاء الله إن احنا نفتتحه في شهر 4،
وده هيكون بالشراكه مع شركه كاش وشركه العربي. فده برضو يعني دي من الحاجات اللي بتبسطنا جدا، ان احنا نقدر ان احنا نجمع متنافسين في نفس القطاع في نفس الشراكه. بس وده هيكون اول مصنع زي ما قلت لحضرتك للتصنيع تمام امان الغاز. ويعني دي من الحاجات طبعا اللي احنا بنستهدفها، ان احنا نوطن الصناعات المغذيه. يعني دي طبعا بتقلل في الفاتوره الاستيراديه، احنا حاليا بنستورد بتقريبا 20 مليون دولار، فده برضو هيوفر يعني مبلغ كويس في الفاتوره الاستيراديه. طب انا عندي سؤال، هل الطاقه الانتاجيه اللي هي 15 مليون صمام دي لتوفيه احتياج محلي ولا لجانب من الاحتياج المحلي، ولا وارد انه المصنع ان شاء الله يبدا يشتغل على تصدير لدول مجاوره في المنطقه؟ وارد ان احنا نشتغل على التصدير، بس احنا بيكون هدفنا الاول ان احنا يعني نستوفي احتياجات السوق المحلي، وبعدين يعني نتجه الى التصدير ان شاء الله، بس طبعا في خطط للتصدير. حلو جدا. طيب انا وانا بتكلم كنت بقول ابدا بتشتغل مع الناس او مع المستثمرين في كل شيء، من اول انه ازاي هاقنن، ازاي اخلص اوراقي، ازاي اقدر اشتغل على تسويق المنتج الى اخره، وايضا حسب ما سمعت وصحينا وانا غلطان بتساعد حتى في ايجاد الاستثمارات او التمويلات المشاركه في المشروع، صح كده؟ ده حقيقي، ده حقيقي. وفعلا يعني احنا مثلا احنا في اتفاقيات ابتدينا ان احنا بنابروتش مثلا شركه عالميه، وونس بنبتدي بنعمل اتفاقيه مع الشركه بيبتدي الشركات المنافسه بيكون سهل بقى ان هي ايه تبتدي ان هي تبقى عايزه تخش السوق المصري. فلا طبعا احنا بنعمل ان احنا نلاقي الاستثمارات سواء يعني في مصر او حتى مع الشركات العالميه. حلو جدا. طب اذا افترضنا ان هناك مستثمر مصري مثلا عاوز يعمل، هنفترض بسبب الازمات اللي حاصله دي، مصنع زيت، مصنع للزيوت، زيوت الطعام، بس حجم الاستثمار بيبقى ضخم جدا في النوع ده من المصانع، يعني بيبقى عشرات الملايين من الدولارات. اوكي، ابدا تقدر تشتغل معاه ازاي لو هو كل هذه السيوله مثلا مش متوفره معاه؟ هقول لحضرتك، هو احنا يعني برضو بحكم ان احنا بنشتغل مع كل القطاعات وبنشتغل مع مصنعين كتير قوي، وبنشتغل يعني حتى مع في المشروعات الكبرى، المشروعات المتوسطه والصغيره متناهيه الصغر. فاحنا مثلا في حاجه زي كده ممكن ساعات يعني ايه بنبقى اوريدي مثلا شغالين على اتفاقيه مع مستثمر مثلا كبير، بيجي مستثمر صغير فبيبقى في فرصه ان هو مثلا يخش في نفس الديل، يعني حضرتك فاهم قصدي، يبقى شراكه مع المستثمر الاكبر، حتى لو كانت هتنسبته هتبقى 2% بس يخش جنبه. بالظبط، ويبقى في زي تحالف مستثمرين في نفس الوقت. بالظبط، وفي نفس الوقت احنا في المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر يعني احنا بنوجههم برضو للجهات اللي تقدر تديهم التمويل لو المشكله في التمويل، زي حلو. مثلا البنوك، زي جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره، ف يعني برضو بنقدر نساعد طبعا في الحته دي. ممتاز، خلي الناس تتشجع وتبدا تشتغل وتصنع كده، كفايه لنا استيراد. انا اشكرك جدا 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 جدا، كل الشكر دينا الدليل المدير التنفيذي لمبادره ابدا. استاذنكم نروح لفاصل. بذمتكم لما بتشوفوا الحاجات دي ما بتحسش ان الدنيا بتتحرك؟ والله بتتحرك. فاصل ونكمل الكلام. طيب بص بقى، في خبر من الاخبار الحلوه اللي بتفرحني، وفيها اصلها كمان يعني الخبر يحمل اسماء اصدقاء اعزاء ورفاق مشوار. بصوا يا سيدي، الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اعلنت تدشين قطاع للانتاج الوثائقي وتاسيس اول قناه وثائقيه مصريه، يعني تفتح القناه كده تتفرج على وثائقيات، وانا اصلا احب الوثائقيات دي قد عينيا. طيب رئيس القناه الوثائقيه كنت انا بتكلم عنه بالخير على الهوا مع حضراتكم، وقلت لكم الكلام ده كان يوم وفاه الله يرحمه يا رب مفكرنا الكبير الدكتور صلاح فضل، وقلت انه حظي الرائع ان انا قابلت الدكتور صلاح فضل في بدايه شغلي في الفضائيه المصريه، وكنت بعمل برنامج اسمه كتاب الاسبوع،
وكان كتاب الأسبوع من إعداد صديق العزيز شريف سعيد اللي أصبح المخرج الكبير المعروف الآن. كان وقتها شريف مهتم بالإعداد وبالكتابة وما إلى ذلك، وحتى تكون كان إخراج وائل طاهر. ده يومها أبص ألاقي الخبر ده المتحدة هتعمل قناة وثائقية وهتبقى تحت رئاسة صديقي العزيز شريف سعيد معايا على التليفون. ازيك يا شريف؟ ازيك يا يوسف، مساء الخير عليكم. مساء الفل على كل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد بص برضو لله. الدنيا لفت يا شريف، واشتغلت وثائقيات والاخراج ما خدكش من الشغل بتاع الكتابة والحاجات اللي زي كده، وبعدين بقيت كمان رئيس القناة الوثائقية، فكده كده اتورطت في الكتابة تاني يا شريف. يعني بص، هو أنا طول عمري من أنصار إن الكتابة ما بتنفصلش عن الإخراج بأي حال من الأحوال. عمر ما المخرج كان تقني وفقط. صح. في البدء كانت الكلمة. الله الله الله. طيب هل نحكي بصوت عالي زمان لما كنا أنا وأنت عند الدكتور ميلاد حنة؟ آه طبعا. ودكتور ميلاد طبعا اللي هقول اول ما شاف شريف من هنا الله يرحمه يا رب، يعني الدكتور ميلاد، كنا عنده في البيت، والكلام ده كان سنه 99 2000 حاجه كده، وشاف شريف من هنا وبعدين بص له قال له شوف بعد 7 سنين انت هيحصل لك حاجه كبيره قوي هتغير حياتك. ادي واحد. اتنين، شريف عنده شامه كده وحسنه فوق حاجبه، قال له انت ربنا هيدي لك حظ وهتبقى حاجة كبيرة بس انا مش هبقى عايش. فاكر؟ فاكر طبعا، رحمة الله عليه دكتور ميلاد، وكنا في بيته في المهندسين. صح. وكنا بنسجل عن حلقة عن كتاب قبول الآخر. أيوة. وكان برنامج مقدمات وذكريات، وكان مقدمات على الفضائية الثانية برئاسة ربنا يديها الصحة وطولة العمر ما دام في الضيقة حياتي. صحيح، يا رب يديها الصحة. ربنا يديها الصحة. كانت أيام جميلة، وكان جداً. أول شغل ليا قالوا لي في مذيع شاب لسه هيجي بقى وعايزينك تعمل له شغل وأنت أول مرة إعداد وهو أول مرة مذيع. صح. فلقيت شاب داخل عليا كده اسمه يوسف الحسيني. اه زمان، شاب زمان. زمان. يا خبر ابيض يا شريف، احنا داخلين على 25 سنه صداقه واخوه وشغل. طب بقول لك انا ما هنا بقى محتاجين احنا كمشاهدين ونحن نتحدث انا وانت على تداعي ذكرياتنا سوا، فالمشاهده يجي يقول لنا يا جماعه كلمونا عن القناه الوثائقيه الجديده. رئيس القناه الوثائقيه الجديده المخرج اللامع ومخرج الوثائقيات البارع شريف سعيد، هتعملوا ايه؟ هو الحقيقة الخطوة اللي احنا فيها دلوقتي امتداد لخطوة بدأت في فبراير 2018. صح. مع تأسيس وحدة الأفلام الوثائقية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكانت بدأت بتجربة بدأها فردين، أنا وزميلي العزيز الإعلامي أحمد الدريني اللي هو دلوقتي رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة. صحيح. على مدار 4 سنين قدرنا الموضوع يكبر خطوة بخطوة، وتوسعنا وقدمنا أكثر من 50 فيلم وقطع وثائقية، تجربة الحمد لله رب العالمين أشاد بيها يعني كثيرون داخل وخارج المجال. وبعد الـ4 سنين دول ارتأت إدارة الشركة المتحدة إن هي تتوسع في التجربة، فكان الطرح بإنشاء قطاع للإنتاج الوثائقي ينبثق من تحت قناة وثائقية. هي أول قناة وثائقية مصرية. طبعا الخطوة دي بمعنى توسعة الإنتاج، تنوعه، استنهاض صناعة وثائقية أصيلة في مصر. كان في العقد الأخير شهدت انخفاض في منحناها وأن أوان استنهاضها، وده الدور اللي بتقوم به الشركة المتحدة حاليا. صحيح. مش بس كده، كمان استنهاض الصناعة مش في الشركة مش عبر الشركة المتحدة فقط، في كل كوادر الصناعة في مصر.
داخل وخارج الشركة المتحدة. وبالتالي هتتعاون القناة الوثائقية الجديدة المملوكة للمتحدة مع شركات ومنتجين الوثائقيات، مع كل صناع الوثائقيات في مصر. حلو. انت بتفتح سوق جديد وبتنمي الصناعة وبتعمل على إيجاد منتج متميز وخلق وضع تنافسي، وبتتوجه للمشاهدين في مصر وللمشاهدين في العالم العربي. فإن شاء الله تجربة بإذن الله، يعني بنأمل إن هي تكون حاجة محترمة جدا ونكون عند حسن ظن المشاهد. طيب، المصري والعربي. البعض قد هيظن، بس أنت واضح إنك حسمتها الجملة دي برضو الحقيقة بمنتهى البراعة والذكاء، البعض هيظن إنه هتعملوا وثائقيات يا جماعة في القناة الجديدة أكيد هتبقى وثائقيات سياسة، بس أنت قلت لأ، إحنا إنتاجنا هيبقى متنوع. صحيح. وأنا بس في نقطة، يعني هي في ليه بنسميها سياسية؟ ممكن ليه ما نسميهاش وطنية؟ ما هي في موضوعات وطنية وفي موضوعات فنية وفي موضوعات تاريخية وفي موضوعات تنموية. الوثائقي قماشة واسعة جدا. يعني ممكن نلاقي مثلا وثائقيات حول المنسيين على أو عن في شاشة السينما المصرية، في كثير من الممثلين الكبار اللي طالما أثروا حياتنا بس الناس نسيت أساميهم، بنشوفهم بس على أفلام الأبيض وأسود ومنتذكرش الاسم. هل وارد نعمل حاجات زي كده؟ أنا عايز أقول لك حاجة، مثلا من خلال الخمسين فيلم اللي قدمناهم مثلا في الأربع سنين اللي فاتوا، كان فيهم فيلمين مثلا، واحد عن المسرح القومي، حلو جدا، في مئويته، وواحد عن حكاية الفرقة اللي هي فرقة المسرح القومي. فإحنا بنقدم قماشة متسعة جدا. حلو قوي قوي قوي. مش في حاجة بعينها. وكان من ضمن الخطوط اللي احنا مشينا فيها إنقاذ الكنوز الوثائقية المنسية، يعني مثلا، وده اللي حصل السنة اللي فاتت في فيلم عالم نجيب محفوظ اللي كان من إنتاج القناة الرابعة في المملكة المتحدة، وكان إنتاج سنة على ما أذكر 89 ومنسي ومحدش يعرف عنه حاجة. صح. وخدنا رحلة طويلة جدا عشان نحصل عليه ونوصل لصناعه ونحصل على حقوقه ونحصل على حقوق عرضه داخل القنوات المصرية. عايز أقول لك إن فيلم زي ده طبعا كان فيه الأستاذ نجيب محفوظ رحمة الله عليه، الأديب العالمي، وكان معاه الأستاذ الكبير رحمة الله عليه جمال الغطاني طول طبعاً. الفيلم كنز فريد، كان منسي من سنة 89. عايز أقول لك إن حدوتة وصولنا للفيلم ده والأول نوصل لصناعه عشان نبرم معاهم تعاقد من خلال الشركة المتحدة فنرجع الفيلم لمصر، الفيلم ده في حد ذاته ونرممه قبل عرضه، الفيلم الحدوتة دي في حد ذاتها فيلم طبعا. يعني يا ريت تكونوا صورتوها يا شريف. احنا فعلا عملنا كمان سكايب مع مخرج الفيلم عشان نوثق الحدوتة دي، وده تعرض في ذكرى ميلاد الأستاذ نجيب صحيح. محفوظ السنة اللي فاتت، ومع كل مناسبة تخص الأستاذ نجيب رحمة الله عليه. أنا معلش أنا بحب أقول قبل اسمه أستاذ برغم أن اسمه أكبر من أي لقب. صحيح صحيح، عندك حق. بيتعرض الفيلم وإحنا فخورين أن إحنا أنقذنا الفيلم ده، وإحنا ضغط إحنا ماشيين فيه بشكل مستمر، هو إحنا كلنا منحزين، وإن شاء الله هيطلع للنور يعني قطع مشابهة بإذن الله. كلنا دايما بطبيعة الحال منحزين للأستاذ نجيب محفوظ، بس أنت انحيازك زيادة عشان أنت من العباسية برضو، ففي انحيازات زيادة كده. مش من العباسية بس، أنا أصلا من الجمالية. الله، يعني اللي هو من قلب قلب يعني قلب الحيين اللي نشأ فيهم وعاش فيهم. طيب أنا ليه عندك بقى طلب اعتبرها وصيتي قبل الأخيرة، لأن أنا مش عارف الأخيرة هتبقى إمتى. عايزين دوكيو سيريز يا شريف، المسلسلات الوثائقية اللي هي ما بين الوثيقة الأصلية وما بين التمثيل، وعمرو زكريا بعت لك سلامات. أنا بس مش عايز أكون بأفصح عن أسرار عمل، بس ده بيحصل بالفعل. حلو قوي، الله ينور. ده بيحصل بالفعل، الله ينور. وسلامي لعمرو زكريا المخرج. بالظبط، يعني تخيلي دي برضه بتبقى من ضمن المشاكل، انك بتتكلم مع زميل وصديق ورفيق مشوار فتلاقي كله عمال بيسلم، فانت كل زمايلك واصحابك هنا يوه ما اقولكش، فكله بعت لك السلامات
وكله فرحان بيك وفخور بيك. ربنا يبارك فيهم جميعا. ربنا يخليك يا شريف ونشوفك على خير بإذن الله. ربنا يوفقك ويوفق كل فريق العمل اللي معاك بإذن الله في قناتنا الوثائقية الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة. كل الشكر لزميلنا وصديقنا ورفقنا شريف سعيد المخرج والكاتب بالمناسبة، عشان شريف فعلا كتوبة يعني. طيب أنا كان نفسي المغرب تكسب، وكان أمل حياتي النهاردة أفرح وزقطت وتشقلب في الهوى بفوز المغرب، بس لا أقدر أقوله لك، المغرب عملت مجهود وعملت شغل أكتر من رائع وأكتر من عظيم وأكتر من مشرف وأكتر من مبهر. فمن مصر أم الدنيا، من مصر أم الدنيا بنقول لك برافو يا مغرب، وشرفتينا يا مغرب، ويعني رفعتي راية العروبة كلها يا مغرب في المونديال الدوحة 2022، والأول مرة يبقى في عندنا منتخب عربي يصل للأربعة الأوائل في المونديال. ومصر أم الدنيا بتقولك فتحت لنا جميعا البوابة للوصول إلى بطولة المونديال في يوم من الأيام، كما استطاعت المغرب أنها تصل ل الأربع مراكز الأولى أو تلعب مع من ضمن الأربعة الكبار. يمكن بفوز فرنسا فيبقى فرنسا والأرجنتين هيلعبوا في نهائي كاس العالم قطر 2022. فرنسا قدرت في الماتش ده إنها تغلب أسود الأطلس بنتيجة 2-2، لكن الأسود يظلوا أسود وقدموا مباراة أكتر من رائعة وعظيمة لا تختلف أبداً عن مشوار مبهر في المونديال. إنجاز عربي غير مسبوق زي ما كنت بقولك في تاريخ منافسات كأس العالم. المغرب حطت بصمتها ما شاء الله بالوصول إلى دور قبل النهائي. المغرب هتلعب مع كرواتيا، وإن شاء الله المغرب هتكسب، وإن شاء الله هتاخد المركز الثالث. قولوا إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله. أستأذنكم نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنروح لدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، ونشوف دور هذه الجامعة في تنمية، مش بس تعمير، وتعمير بتعبيرات ابن خلدون، تنمية وتعمير الدلتا. إيه اللي هيحصل من المنصورة الأهلية الجديدة، جامعتنا اللي منورانا؟ استنونا بعد الفاصل. الحقيقة الكلية عندي بتتميز البرنامج فيها بأن أنا بتبع النظام الأوروبي والأمريكي، وفيها حاجة اسمها student working rule، بحيث أن أنا الطالب مجرد ما بيدخل عندي الكلية وأنا بتابعه من A to Z. أهم حاجة عندي أن احنا حرصنا من day one أن احنا نعمل اتفاقيات للطلبة مع مستشفى 57-357 ومع هيئة الدواء المصرية، في ورش عمل بتتم بصفة مستمرة للطلبة، في activity بيتم، في communication skills بنعملهم، presentation skills بنعملهم، follow up، وبعض البرامج التوعوية بحيث أن أنا أضمن للطالب سوق العمل أن هو يتخرج طبقا لاحتياجات سوق العمل الفعلية اللي هي بتتجدد يوم بعد يوم. كلية طب جامعة المنصورة الجديدة بتشمل ثلاث أقسام رئيسية. في أقسام البيزك ميديكال ساينس، علوم الطبية الأساسية، علوم الطبية الإكلينيكية، وقسم التعليم الطبي. طبعا دي الأقسام الثلاثة الرئيسية اللي بتشملها أي كلية طب دلوقتي. البيزك ميديكال ساينس بتعلموا فيه التشريح والفسيولوجي والباثولوجي وكده، الأقسام الإكلينيكية اللي هي اللي بتقابل المريض، والتعليم الطبي بقى ازاي الطالب بيتعلم، ازاي بيستخدم مهاراته، وازاي يستخدم إمكانياته، وازاي يستخدم يفكر كويس، التواصل مع المريض. كل دول بنستخدمهم، ما مش منفصلين عن بعض، بيقدموا إلى الطالب بصورة متكاملة. حياة برنامج الطب والجراحة جامعة المنصورة الجديدة من برامج الطب الحديثة المميزة جداً، بتتميز بتطبيق النظام واستراتيجيات التعليم الطبي على أحدث استراتيجيات موجودة، يعني بتعتمد بصورة أساسية على الطالب. هو بيبقى بنسميها student centered أو محور العملية التعليمية هو الطالب.
فبنركز جدا على الجانب الأنشطة، إن الطالب بيحصل على المعلومات بنفسه، مش بس بياخد المعلومات للامتحان بس، لا هو حريص على جمع المعلومة وعلى تطوير مهاراته بصورة كبيرة جدا. بين معمل البيوفيزيكس فبيخدم تطبيقات الطب او تطبيقات الفيزياء، ازاي بنستخدم الفيزياء في تطبيقات الاسنان او تطبيقات من الفم والاسنان. يبقى لازم اوريه له بتجربه علميه بسيطه الطالب يقدر يعملها وهو لسه في سنه اولى، يقدر يبان من خلالها ازاي التجارب دي بتحصل او ازاي اعرف الخسائر بتحصل. هي طبعا موفرنا كل حاجه، يعني مثلا احنا هنا في المعمل اهو في احدث الاجهزه واحدث الطرق اصلا بتدرس لينا عن الكليات التانيه وعن الجامعات التانيه. المناهج بتاعتنا مناهج نقدر بيها نشتغل بره بعد ما نتخرج، او نقدر بيها نكون في سوق العمل، وهم اصلا كمان بيدربونا على ده ان احنا نكون في سوق العمل بعد ما نخلص. ان احنا يعني احنا حتى التريننج هننزله في 57، وتم تعاقد مع شركه ادويه ان احنا برده لما نخلص ان احنا نشتغل فيها، يعني كمان بيشتغلوا معانا على سوق العمل. عندنا مثلا في سوق العمل ان احنا عموما كل كليات الطب بيدرسوا الحاجات كلها بواقع، ان هو لا دي مواد يعني كلها حفظ، ما فيش ربط بالحياه الكلينيكيه. عندنا هنا ربط كل حاجه بالحياه الكلينيكيه، ندرس مثلا المواد بتاعتنا كلها مربوطه بالحياه الكلينيكيه، وعندنا ماده كلينيكال يعني بيجي لنا اطباء جراحه وبطنه وجلديه، كل انواع الدكاتره دي بيربطوا لنا المعلومات بتاعتنا بالحياه الكلينيكيه كلها. اكتر حاجه مميزه فيها الدكاتره اللي فيها طريقه شرحهم، وان هم بيكونوا عايزين فعلا يعلموا الطلاب، وفي اي وقت انا ممكن اروح لهم عندي اي سؤال عندي اي استفسار، وهم فعلا تحسهم ان هم بيحاولوا يوصلوا المعلومه، عايزين يساعدوك، فده اللي خلاني اختار الجامعه دي. الجامعه هنا بتوفر اجهزه كتيره وحديثه بتقدر ان عشان احنا نقدر نشتغلها في الميكرو بيولوجي، زي ان احنا بنعمل اوبزرفيشن للدي ان اي والار ان اي، ودي حاجه لازم ان احنا بندرسها في الميكرو بيولوجي. وطبعا الاقسام دي كلها مش موجوده في يعني مش موجوده بره كتير. لما جيت هنا اتفاجئت ان احنا بنشوف اعظم حاجه لطالب كليه العلوم هو الاوبزرفيشن، اللي انت كل حاجه قادر تلاحظها وتتابعها من خلال التجارب. فبالتالي العلم اللي احنا بندرسه ده نقدر من خلاله نخدم مجتمعاتنا في مجال كتير، زي الساينتفك ريسيرشر اللي احنا كلنا نطلع نشتغل في الساينتفك سنترز، او نشتغل في مراكز الابحاث المتخصصه في تخصص معين زي دي. انا حبيت اخد التجربه واخش هنا في المنصوره الجديده، وطبعا لما دخلت طبعا لقيت ترحيب طبعا من دكتور معوض الخولي رئيس الجامعه، واكيد طبعا تكريمي على الجامعه كان نتيجه تفوقي واجتهادي، واللي انا كنت الاول على جامعه المنصوره الجديده في كليه الطب البشري، فعشان كده دكتور معوض اختارني عشان اتكرم من فخامه الرئيس. طيب المنصوره الجديده دي، الجامعة تحديدا جامعة المنصورة الجديدة دي، أنا شفتها لما كنت رايح المنصورة الجديدة، فأنا شفتها بعناية، وهقول لكم ليه بقول لكم شفتها بعناية. مباني مهولة ضخمة، كل حاجة خلصانة، مفيش حاجة. خلوني الأول أرحب بضيفنا العزيز دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف والسادة المشاهدين. بقى أنا كنت بقول لحضرتك أيوة أنا شفت الجامعة وإحنا رايحين افتتاح المنصورة الجديدة، قلت لي طب عارف إنها ما كانتش موجودة من سنة ونص، يعني هذا الصرح الضخم وبإذن الله اللي هيبقى واحد من أهم الصروح العلمية عندنا، من سنة ونص ما كانش موجود تماما خالص. تماما أرض فضاء. أرض فضاء. إحنا بدينا أول عمل في جامعة المنصورة الجديدة يوليو 2020، أول حاجة القرار الجمهوري صادر في اغسطس 2020، يعني احنا خدنا الاوكي ان احنا هنبدا يوليو 2020 تقريبا. في اغسطس 2021 يعني بعد سنه تماما من بدايه العمل في الجامعه، كنا بنقبل الدفعه الاولى في جامعه المنصوره الجديده. وده كلام تاني خالص، يعني ده اراده الدوله، اراده يعني الدوله خدت قرار ان احنا هنشتغل في الجامعات الاهليه من 2018. والسيد الرئيس في احد مؤتمرات الشباب وعد مجموعه من الشباب الصغار ان هيبقى في تعليم مختلف، وفي هذه اللحظه صدرت التعليمات ان احنا نقعد نشتغل على ملف الجامعات الجديده، او الجامعات كنا بنتكلم وقتها الجامعات الدوليه اللي الدوله هتتبناها. وكنا مجموعه يعني مش كبيره قوي، المجموعه دي في خلال وقت قصير جدا بقت حوالي 200 واحد بتشتغل. ال 200 دول كانوا بيتفرعوا بيحطوا كل القواعد ودراسات الجدوى
والبرامج المختلفة وسياسات الجامعة، وبعد ما تحددت البرامج اللي هي بيزد على سوق العمل محتاج إيه، وكنا بنتكلم طب هو سوق العمل اللي احنا مستهدفينه هو شكله عامل إزاي، فتيجي الدراسات القديمة والجديدة ومجلس الوزراء عشان نقول والله الدولة أو الجمهورية الجديدة متجهة اللي فين، وتوجهات الدولة عاوزة تشتغل في أي قطاعات، فاحنا بالتالي عاوزين في بالتوازي نطلع الخريج المواكب اللي يقدر يدير هذه القطاعات بكفاءة عالية. حلو. فبدأت بنشتغل في الحاجات دي ونبدأ نحط اللوائح، وبعد ما نحط اللوائح نحط مواصفات شكل مش شكل المباني بقى، إيه اللي هنحط في المباني؟ إيه التجهيزات اللي هنعملها؟ إيه الجامعات اللي احنا نحطها علامات مرجعية لينا؟ احنا مش بنشتغل خلاص، احنا بنشتغل وعنا على السوق المحلي بتاعنا والسوق الإقليمي اللي حوالينا والسوق الدولي. فطب احنا عاوزين نعمل شركات دولية، لما نعملها احنا هنقول والله احنا عاملين جامعة كويسة تعالوا شاركونا فهيشاركونا، ولا لازم يكون فيه إشارات وأمارات ان احنا بنشتغل بمعاييرهم؟ فكان كل برنامج من البرامج اللي احنا اخترناها لهذه الجامعات كنا بنشتغل على ان هنعمل اربع جامعات، هي الجامعات الأهلية الدولية الجلالة والملك سلمان الدولية والعالمين والمنصورة الجديدة. لأن نحط لكل برنامج من البرامج دول اكثر من بنش مارك او اكثر من علامة مرجعية. يعني ايه علامه مرجعيه؟ يعني هي الكريكولا بتاعتها عامله ازاي، او المناهج الدراسيه بتاعتها ازاي، مواصفات معملها ازاي، هو الخريج اللي هناك ده بيتعلم في جامعه من اني جيل بالضبط، والجامعات اجيال لما بعد الجيل الرابع، يعني بيسموا الجامعه الذكيه دي هي الجامعه بعد الجيل الرابع. فبدأنا نشتغل على هذه الامور، وبدينا المجموعه دي تكبر لان كان بينضم لها متخصصين في كل مجال عشان يضع ال 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 المواصفات بتاع المجال بتاعه. وبدأنا بعد كده هذه المجموعات تتخلص تاني بعد حتى ما قلنا طب هو الطالب اللي هناخده شكله عامل ازاي، نختبره ازاي، نقيس قدراته على انه هيمشي في البرامج اللي هيروحه ازاي، طب عضو هيئة التدريس اللي هيشتغل بأي كيفية، وهنجيبه من فين. وعملنا مؤتمرات في الداخل والخارج، واتصلنا بسفاراتنا في كندا وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي اليابان، وبدأنا مع السادة الوزراء المتعاقبين من أول الدكتور خالد أبو غفار والدكتور أيمن عاشور عشان نبدأ نعمل تواصل مع هذه الأجيال، لأن كان لنا السياسة بتاعتنا بنعمل برامج مختلفة، برامج بينية، برامج بنستهدفها لسوق العمل. اثنين، احنا عاوزين نرجع عقولنا المهاجرة اللي احنا كنا بنعلمها لحد ما ياخد الدكتوراه ويبص يلاقي التعليم مش مواكب للي اتعلمه فيطفش في أي دولة عربية أو يرجع تاني للدولة اللي علمته، فبنستهدف دول. وبنستهدف الطالب اللي كان بيدور على تعليم جيد، تعليم محترم، وبيطلع يسافر بره مصر عشان يتلقى هذا التعليم. فكان قدامنا المحاور دول، بالإضافة على الأرض هو احنا عندنا مشاكل كتير قوي في التعليم تراكمت على مدار سنوات. هذه المشاكل نصب عينونا كلنا واحنا بنشتغل، عاوزين نتغلب عليها في هذا النمط الجديد ونعمل نموذج مختلف، مش عشان الجامعات دي تبقى متميزة بس، لا، احنا كان عندنا ان دي تكون القاطرة اللي تبدأ تقدم ممارسات جيدة تنعكس بدورها على التعليم في الجامعات الحكومية. الدولة مش عاوزة تعمل اربع جامعات جيدين وهيلين وبينقلوا التعليم بشكل مختلف، لا، الدولة عاوزة ثمرة هذا التعليم باللي هيجي من هذه الجامعات الحكومية الام اللي هي علمت كل مصر يشتغل في الجامعات دي، سواء بقى كان بره مصر او من داخل مصر، يرجع لجامعته محمل بخبرات مختلفة، بأداءات مختلفة، بممارسات مختلفة. فبالتالي تبقى هذه الجامعات هي القاطرة اللي تغير شكل التعليم حتى في الجامعات الحكومية. وعلى فكرة ده بيحصل، ولو احنا شفنا في خلال سنتين هم عمر الجامعات الأهلية، واحنا بادئين في السنة الثالثة في الجلالة والعالمين والملك سلمان، والسنة الثانية في المنصورة الجديدة، هنجد ان انعكاسات هذه الجامعات بان أثره واضحا على الجامعات الحكومية وكمان على الجامعات الخاصة، لان بقى عندنا نمط جديد من احنا كان عندنا التعليم الحكومي المعروف للكل، وعندنا الجامعات الخاصه والجامعات الاهليه اللي ظهرت وتوسعت الدوله في الجامعات الاهليه، وطلعت 12 جامعه السنه دي من رحم الجامعات الحكوميه. الكل بيتبارى في البرامج المرنه، البرامج البينيه، الطرق الحديثه في التدريس، ووصلت هذه المباريات الى الجامعات الحكوميه. وهذا هو الهدف الاسمى والهدف النبيل، ان التعليم في مصر كله يتنقل لمرحلة تانية. ده كلام بقى حلو، أنا عادة ما بقعدش ساكت، كون إن أنا ساكت أبقى فرحان.
فرحان وسايب حضرتك بمساحة للكلام، لأنه أنا لقيت أنه كلام حضرتك مهم قوي لدرجة أنه بيكون عندي أسئلة أكتر. إحنا عيلة بقالها ثلاث أجيال بتتعلم في الجامعة برة. جدي كان أول دفعة تتخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة، فعمليا برضو تعليم خواجة يعني. لا أولادكم هيتعلموا في مصر. ما هو إحنا الجيل بقى بتاع عيلة ده بيروحوا فرنسا دلوقتي. هيبقوا في مصر. في منهم واحد راجع أجازة دلوقتي. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أنا من الناس اللي دائما ما يتقال لها أنت عندك شوفينيزم، فأنا نفسي العيال ما تطلعش تسافر بره، نفسي يقعدوا هنا، مش علشان فرق السعر والعملة، أنا عايز أشوف الجامعات بتاعتي تنافس أكسفورد وكامبريدج ويال وستانفورد وهارفارد وهكذا، أمل حياتي. عندي عقول تبني الجامعات دي. أكبر ثروة موجودة في مصر عقول حضراتكم أساتذة الجامعة والعلماء الكبار. فأنا ما صدقت إنه حصلت عندنا طفرة في طريقة تأسيس وبناء الجامعات في مصر. مش بقى المباني، أنا مبسوط خالص إن احنا شغالين بنظام البرامج مش بنظام الكليات المتعارف عليها والمعهودة والتقليدية وما إلى ذلك. بس أنا أول سؤال هيجي على بالي، طيب مش بس بخصوص المنصورة الجديدة البنش مارك بتاعها أي من جامعات العالم، أنا فاهم أنه جزء من المعايير هي أنه النشر العلمي في المطبوعات الدولية المعتمدة، جزء من المعايير هي الفاكولتي الأساتذة اللي موجودين، جزء من المعايير هي عدد الانترناشنال ستودنتس أو الطلبة الدوليين اللي موجودين عندي، وده مهم قوي، جزء من المعايير هي قدرتي على أنه يبقى في طلب عالي على الخريجين بتوعي في سوق العمل المحلي والدولي في المؤسسات الكبرى. إحنا فين بقى في الحتة دي؟ طبعا او في الحتت دي احنا كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده احنا شغالين عليه. حلو. واحنا في بداياتنا مثلا في جامعه المنصوره الجديده حضرتك قلت اول معيار اللي حضرتك اتكلمت عليه معيار النشر العلمي. احنا لحد الاسبوع اللي فات كنا ناشرين في المجلات العلميه المفهرسه في المجلات الكيو 1 يعني في اعلى 25% من المجلات العالميه حوالي 78 بحث علمي من جامعه المنصوره الجديده. 78 بحث علمي. وانا يا دوب عندي دفعتين. وانا عندي دفعه واحده والدفعه الاولى الثانيه بقى لها يعني تقريبا شهرين. تقريبا شهرين. لا مش كده بس. لما نقول هو انا عندي كم عضو هيئه تدريس؟ احنا ما عندناش اعضاء تدريس بالكثره اللي موجوده في الجامعات الاخرى، لان طبعا بننسب العدد للاعضاء الموجود عشان نشوف حجم الانتاج المعرفي والانتاج البحثي لكل فرد قد ايه. الحقيقه كمان احنا وحضرتك بتتكلم على البحث العلمي، البحث العلمي لابد ان هو يصنع داخل عقول وداخل معامل بحثيه متطوره. العقول موجوده والمعامل حضرتك اتكلمت على حاجتين اختلاف عن الجامعات الاخرى، وهو النظام البرامج ونظام مراكز التميز والمعامل المركزيه. احنا بنشتغل بنظام الشيرد ريسورسز، مش نعمل في كل مكان معمل كذا والمعمل ده يتكرر في الكليه الثانيه او في المكان الثاني، فاحنا بنتشارك في هذه بنتشارك المعامل في المعامل أو اللي فيها مساحات للمشاركه والمعامل المتخصصه التخصصيه هي معامل تخصصيه. من ضمن المعامل اللي بنتشارك فيها عشان نطلع منتج مختلف بعمل جماعي فيه اكثر من تخصص المعامل المركزيه او مراكز التميز. واحنا حاليا بنقدم في مشروع على الريسموس بلس، وده اللي بيموله الاتحاد الاوروبي، معانا اربع جامعات، حاجه من تونس وحاجه من المغرب وحاجه واثنين من اوروبا وجامعه عين شمس، عشان نعمل مشروع دولي. المشروع ده جامعه المنصوره ما بتشتغل فيه، مش بتشتغل بكليه معينه نقول كليه الصيدله ولا الطب ولا العلوم، بتشتغل باكثر من كليه او باكثر من تخصص، عشان الابحاث دلوقتي هي الابحاث البينيه، الابحاث التخصصيه اللي بتخدم اكثر من حاجه. فده فيما يخص النشر العلمي، واحنا لسه في بدايتنا، يعني عندنا معمل مركزي احنا بنتجه جدا ان احنا نطوره يكون مركز للتميز في منطقه الدلتا وفي مصر كلها. وعلى فكره المطلوب مننا كلنا في كل الجامعات المصريه يكون فيها مراكز تميز، او مراكز تميز لاقليم الدلتا، مركز تميز لاقليم الصعيد، مركز تميز للقاهره الكبرى، لان احنا عندنا اجهزه غاليه جدا جدا ومش مفروض تتكرر في كل جامعه. لا ده المفروض دي بتخدم حاجه معينه وتبقى اللي موجود في الدلتا يصح يكون ده مختلف، وتتكامل هذه المراكز عشان مصر كلها تطلع الابداع والابتكار. احنا عندنا
بقينا موجودين في كل التصنيفات العالميه، يعني من الطفرات الهائله في البحث العلمي في مصر دلوقتي بقينا موجودين عدد كبير جدا من الجامعات في التصنيفات العالميه. لكن هل ماذا انتجت هذه الابحاث؟ الخطوه الجايه ان ابحاثنا دي تكون ابحاث مثمره، لها عائد على الدخل القومي، لها عائد على الاقتصاد المصري، لها عائد على المواطن. فده من ضمن المعايير اللي احنا حاطينها نصب عيننا بشكل كبير جدا جدا، اضافه لمعايير تعليم الطلاب. هو الطالب بقى بيتعلم التعليم التقليدي؟ لا، احنا ما عندناش كتاب مدرسي ولا كتاب جامعي ولا حتى تكست بوك بالمفهوم المعلوم. احنا عندنا مصادر معرفه ومشتركين مع اكبر دور النشر في العالم هي مصادر معرفتنا، زي اللي حضرتك ذكرت مجموعه من الجامعات العالميه اللي هي في التوب 100 مثلا، مش عاوز اقول التوب 10، حب دول توب 10 لوحده اللي حضرتك قلتهم. فدول مالهم بقى؟ دول بيستخدموا مصادر المعرفه احنا بنستخدمها. يعني احنا عندنا ما بقولش دعايه ولا حاجه، ده شركه من او من دور نشر الكبيره اللي موجوده زي ماجرو هيل مثلا، زي يعني كورسيرا، الحاجات الكبيره دي هو مصدر المعرفه اللي الطالب في جامعه المنصوره الجديده بيتعلم من خلاله. بيتعلم، بيدخل على مصدر المعرفه، بيدخل على الكتاب السمارت بوك، بيدخل على الكويزس، بيدخل على الاسسمنت والاساينمنتس اللي بياخدها من على البنوك دي، وبيعرف قيمته. والطالب من دي 1 بيتعلم بحث علمي بالاضافه الى المعرفه دي. هو اللي بيتعلمه ده بيعود عليه في ايه؟ فيشتغل في البحث العلمي ويتعلم ازاي يبحث عن المعلومه بنفسه. لان استاذ يوسف احنا لو بنتكلم على سوق العمل دايناميك جدا جدا، وممكن طبعاً انا ادخل طالب النهارده الجامعه وعلى ما يتخرج يكون سوق العمل تحول. لو صح، ما كانش انا عندي مرونه في طريقه تعليم الطالب واعلمه ازاي هو يبحث عن المعلومه عشان بعد ما يطلع من عندي يستطيع ان هو يكون فلكسبل ويكون يقدر يطور نفسه ويبقى عارف ايه الجديد في السوق ومتعلم كيفيه مواكبه هذا الجديد بنفسه، يكون متعلم مدى الحياه، هيبقى الخريج بتاعنا ده خريج هش ومحتاج طول الوقت حد يعلمه حاجه. احنا بنعلمه داخل الجامعه من اول يوم كيف يستطيع تعليم نفسه انه يكون خريج جامعه من الجيل الرابع، يعني مبتكر، يعني مبدع، يعني فنان. هو مش متوقف عند حته، يعني كان زمان على ايامي انا اتخرجت 97، فمثلا كان على ايامي يقول لك ايه ده داخل كمبيوتر ساينس، يعني بقى اللي هو ده خلاص ده جامد جدا، ده اللي هيجيب الديب من ديله. بعد كده لقينا انه المساله بقى في حاجات تانية، والنهارده العيال بتتكلم في روبوتكس وفي اي اي وفي حدوته تانية خالص. الكمبيوتر ساينس حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي بقى عندنا مثلا مش كمبيوتر ساينس بس، ده احنا كمبيوتر ساينس وانجينيرنج كومبيوتنج في كل واحد من دول اربع مسارات، زي الانترنت اوف ثينجز والهاي بيرفورمانس كومبيوتنج والكلاود كومبيوتنج والاي اي. حضرتك ده عندي فيها تخصصين، في هندسه الذكاء الاصطناعي وفي علوم الذكاء الاصطناعي، وعندنا البيج داتا اناليتكس. طالما انت بتتحول بقى عندك داتا كبيره، الداتا الكبيره دي لو ما كانش في حد يحلل هذه الداتا عشان تتحول لمعلومه عشان تساعد في اتخاذ قرار رشيد، يبقى احنا ما عملناش حاجه. عندنا هندسه البرمجيات، عندنا من المساهمات الكبيره في الاقتصاد الهندي بس هندسه البرمجيات، وقعد في مكانه يصدر برمجيات ويعمل برمجيات لكل العالم. فاحنا في جامعه المنصوره الجديده بس الجزء بتاع الحاسب الالي بس او التحول الرقمي، في عندنا ما يقرب من اربع كليات داخل جامعه المنصوره الجديده بتعالج هذا الامر فقط. طيب انا هروح للفصل اللي انا مجبر عليه ده، وما هنعمل ايه لقمة عيشنا. هنروح للفصل ونرجع مره تانية لدكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنصوره الجديده. بيقولوا دكتور معوض ده مهم ورائع، وانت ركز فيك يا ولي امر زي حالاتي، ولو انت سهران لحد دلوقتي وانت عندك بكره الصبح جامعه يبقى عندك مشكله، بس مش مشكله يعني، ركز في اللي بيتقال دلوقتي طالما انت سهران. خليكم معانا بعد الفاصل. اهلا 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 بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب احنا خلصنا من الفصل بسرعه والحمد لله، ونعود مره تانية دكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنصوره الجديده. طب الكلام ده تاني هرجع اقول ده مزيكا بالنسبه لي، يجي عندي برضو سؤال. طيب انا مثلا انا عارف انها مش محدده المده، لكن انا عند اكيد في رؤيه ما، انا امتى هبقى في تصنيف مثلا، انا لو عندي جامعه ولا اتنين بس في مصر، في تصنيف اول 100 جامعه على تايمز او كيو اس، انا بالنسبه لي بالبلدي كده اتعشت.
ساعتها عرفت ان انا ايه ماشي صح. امتى يبقى عندي جامعه في اول 100 على كيو اس او تايمز؟ في تصور دكتور معوض كرجل طالما ترأس جامعات وعمل على بناء وتأسيس جامعات اخرى. شوف يا استاذ يوسف، هو احنا عندنا تارجت مهم جدا جدا ان احنا نعمل شراكه دوليه مع جامعات من التوب 100. حلو قوي. كويس. الشراكه دي عشان نعملها بشروط كويسه لابد ان احنا نكون على الارض اقوياء. أوكي. يعني ما فيش جامعه هتيجي تعمل شراكه مع جامعه المنصوره الجديده او الجلاله او العالمين او الملك سلمان الدوليه الا اذا كان هناك ما يؤشر على ان هذه الجامعه تتبع المعايير العالميه في تاسيس الجامعه وطريقه التعليم واختيار الاستاف واختيار الطلاب وما الى ذلك. احنا في الفتره دي عندنا في جامعه المنصوره الجديده لما تكتمل حوالي 55 برنامج، احنا مفعلين منهم لحد النهارده 29 برنامج. لازم هذه الجامعات تزورنا. احنا زرنا من هذه الجامعات مرة واثنين وثلاثة زوار كتير قوي. هو بيجي واحنا في البدايات كده بيبقى منبهر من ايه؟ ان هو بيشوف هو تأسيس المعمل بيتم ازاي، هو الطالب اللي موجود ده اما بيتحرك ازاي. عند ما هذه الجامعات تبدأ تتعامل معانا وتعتبرنا على الارض في مصر الهب بتاعتهم وتقول للطالب بتاعها أنا عندي كما لو كان عندي فرع للجامعة بتاعتي موجود في المنصورة الجديدة أو في العالمين أو في الجلالة أو الملك سلمان، يبقى احنا اتنقلنا للمنطقة اللي حضرتك بتقول عليها اللي ربما في التصنيفات تتأخر شوية، لأن زي ما حضرتك تفضلت كده هم لهم معايير ولهم عدد ولهم كم، وأنت بتنافس جامعات قديمة عشان تصل لهذه المرتبة. صحيح. لكن مجرد ما هذه الجامعات تضع قدمها وتثق في أداءاتك وتقول للطالب بتاعها ما تجليش الإنجلاند وما تروحليش أمريكا، ده فيه جامعة في شمال أفريقيا في مصر بتقدم اللي أنا بقدمه وكده، هنبقى احنا وصلنا للنقطة السليمة اللي هتؤهلنا وإن احنا ماشيين على الطريق الصحيح. ده بيتم؟ اه بيتم. ده فيه تواصل. احنا أنا عندي الأسبوع الجاي طلبة من الجامعة الأولى في طب الأسنان تاني على العالم والأولى في هونج كونج. دول جايين زيارة للجامعة بيمروا. احنا في يوم من الأيام لازم الطالب بتاعنا يطلع هذه الرحلات العلمية في جامعات العالم عشان يشوف الدنيا فيها ايه. الطلبة اللي جايين دول مش جايين علشان حاجة، ده هو تبادل طلابي عشان يشوف هم الاخرين بيشتغلوا ازاي وبيتعاملوا ازاي ويشوف هو فين من الاخر. ده مسعى من ضمن المساعي اللي احنا بنعملها مع الجامعات اللي احنا متكلمين معها. يعني احنا عندنا مش عاوز اقول هو MOU يعني مذكرة تفاهم مع جامعات في انجلترا وجامعات في كندا وجامعات في امريكا وجامعات في اليابان. المذكرات التفاهم دي عشان نطلع بقى ونعمل دول ديجري والدرجه في 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 التخصصات المختلفه لابد ان احنا نكون اكتملنا تماما والبنيه التحتيه بتاعتنا وبدانا. هو عاوز يشوفك خرجت دفعه مشيت المشوار كله باي طريقه ولا انت نفسك قصير، تاهيلك عامل ازاي، الدوله بتبص لك ازاي، الجمهور اللي عندك بيبص لك ازاي. انت كنت بادي بتقول انا هاخد في كليه الطب ماكسيمم 300 طالب وفي البرنامج الفلاني كذا عشان بعلمهم بالطريقه الفلانيه، وبعد سنه واتنين بدات تاخد 1500 ولا انت عندك سياسه في تعيين؟ بيسالونا ايه يا استاذ فما بنتكلم، هو انت تقدر تمشي واحد من اللي عندك لو اداؤه مش كويس تقدر تمشيه؟ هو انت بتختاره ازاي؟ الطالب اللي بيجي عندك ده بيجي ازاي؟ انت بتختاره في جامعتك ازاي؟ يعني هو بيسال على امور عشان يطمئن ان لهذه الجامعه سياسات طبعا. وهذه الجامعه لها مجلس حاكم بيديرها بشكل مؤسسي منضبط صح. وهذه الجامعه جامعه مستقله في تفكيرها وبتراعي المساواه والعدل ومفيش تفرقه، وكل الناس اللي عاوز يتعلم ويحقق هذه الشروط اللي الجامعه حطتها عنده الفرصه انه يتعلم. الجامعات دي احنا طالما تعاوننا معاها وعملنا MOU يبقى احنا تخطينا المرحله الاولى ان الجامعه بتتبع سياسات رشيده والجامعه لها كريكولا تتفق مع الكريكولا اللي هم عندهم في الحاجات دي، وبالتالي اقدر اقول ان احنا على الطريق وان شاء الله بنسعى ان احنا نكون في مصاف هذه الجامعات في وقت قصير جدا جدا، يعني نكون اقصر ما اي حد متصور ان شاء الله يا رب. طيب يجي برضو على بالي سؤال من ضمن الحاجات اللي عماله تتداعى على الذهن، هل احنا بنعمل بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحث التكنولوجي الصناعي؟ يعني
هم الناس دي ما بتبيعش هنا حاجة يعني. سانكشري على سبيل المثال عاملين أقوى روبوت في العالم دلوقتي. فهل مش بتكلم عن ان احنا لازم نعمل كده مع، بس اتمنى نعمل مع سانكشري يعني، لكن هي بنعمل بروتوكولات التعاون بتاعت كده بحيث ان انا يبقى في عندي مثلا طلبة في مرحلة معينة من الدراسة يقدر يعمل انترنشيب هناك ويرجع لي، ما هو كل ده برضو بيفيدني في الجامعة. طبعا هو اللي حضرتك قلت عليه ده الـ 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 كل اساليب التعاون اللي احنا اتكلمنا عليها بتسمح بيه كده، ان يبقى عندنا 2 بلس 2 3 بلس 1 4 بلس تدريب. كل ده متاح، ان الطالب مجرد ما نعمل الدول ديجري مع هذه الجامعات الطالب بيبقى مسجل عندي ومسجل على قواعد بيانات الجامعه الشريكه، وبالتالي يستطيع انه في اي مرحله من مراحله يقدر يعمل ترانسفير للجامعه الثانيه ويكمل دراسته، ممكن تعترف بدراستي كامله لان هي معايا مراقبه معايا طول الوقت، او الطالب له الحق حينما يطلب انه يروح سنتين سنه او على الاقل يقعد 6 شهور تدريب. طيب حلو، هو احنا بس عاملين كده استاذ يوسف؟ لا، ده احنا عندنا مثلا حد حضرتك مثال، يمكن احنا بنتكلم دلوقتي يكون في مصر، الدكتور هاني مصطفى. الدكتور هاني مصطفى يعني احد العلماء المصريين الافذاذ اللي هو عايش في كندا بقاله اكتر من ربع قرن، وهو كان ماسك هناك برنامج الفضاء. والدكتور هاني مع الجامعات الأهلية وجامعة كيبك في كندا، احنا عملنا تحالف في الجامعات الأهلية. هو بيشتغل ايه بقى الجامعات دي؟ بيتكلم دايما على الثورة الصناعية، ثورة احنا عندنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة ودخلنا في الخامسة، والخامسة دي بتصالح الإنسان مع الآلة، الدنيا عمالة تتطور وخايفين للإنسان يطلع بره المنظومة اللي بيديرها نفسه فبيصالحه ده مع ده. المهم احنا عاملين تحالف في الجامعات الأهلية مع جامعة كيبك في كندا، مع مين بقى الشريك الصناعي اللي حضرتك اتكلمت عليه؟ سيمنز. حلو. مع العربية للتصنيع. ماشي. لأن لابد أن يكون الأكاديمية مع التصنيع مع الشريك الدولي عشان صح. نعمل هذه المنظومة اللي حضرتك بتتكلم عليها، وده قائم حاليا وبنحاول نتوسع فيه في أكثر من اتجاه. أنا كده مطمن بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا ماشيين حلو يعني. طبعا في حد يقول لي وأنت مين أنت عشان تطمن؟ يا عم أنا مواطن بيحب البلد دي وعاوزها تكبر وتبقى مهمة، وولادنا يطلعوا زي الفل ويبطلوا يطلعوا بره، ومش عاوز العيال تطلع بره ولما تيجي تاني يقول لك لا أنا مش عاوز أرجع أنا هكمل في الحتة اللي أنا فيها، يفضلوا هنا ويبنوها. أمال إيه؟ نورتنا يا دكتور وشرفتنا بجد والله، وسعدة جدا 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 بوجود حضرتك معنا، وسعدة بجامعة المنصورة الجديدة باعتباري شفتها ولو حتى من بره من على الوش، إلى أن نذهب هناك بإذن الله سبحانه وتعالى ونشوف ونقابل الطلبة ونقابل الدكاترة ونتشرف بأن احنا يعني نساعدكم في التعريف بهذا الصرح العلمي بإذن الله سبحانه وتعالى اللي يبقى من أكبر الجامعات في الدنيا. شكرا ليك يا دكتور. كل الشكر للدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة. انتظرونا دائما تجدوا ما يسركم الإمضاء. الجمهورية الجديدة في جمهورية مصر العربية. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كان لنا العمر نقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.